انا الحقيقه مش موضب كلمه، وقلت ان يعني عشان الوالد الحبيب فقلت لازم تبقى كلمه عفويه من القلب. انا حتى يوم وفاته ودفنه الحقيقه ما بكتش، بس لما جيت شفت الفيلم دلوقتي هنا اتأثرت جدا وعرفت فعلا قدره ومدى منزلته عند النادي الأهلي العظيم. يعني أنا مش عارف أشكركم طبعا كلكم إزاي، على طبعا كابتن محمود وكل المجلس السادة الحضور وأصدقائه ومحبيه والنادي. كل اللي أنا كنت عايز أقوله بس كلمة بسيطة، الراجل ده مش عشان والدي، الراجل ده كان مش محب للنادي الأهلي. أنا مش معتبره أهلاوي، ولا ان هو عاشق للنادي الاهلي، ولا ان هو مجرد واحد كان بيشجع النادي الاهلي، لا. انا بعتبره هو كان صاحب قضيه النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بالنسبه له بيشكل كل حياته. يعني دي الحته الشخصيه بتاعت الاسره اللي يمكن ما تبقاش منقوله عندكم، اللي احنا كنا بنشوفه كل يوم. شغله، اتصالات ومقابلات ومعارفه، حياته الشخصية، حتى علاقته بربنا. يعني كان في موقف حصل، أنا كنت يوم وفاته كنت في العمرة وقبلها ب 48 ساعة، وكان هو عارف إن أنا نازل زيارة للروضة الشريفة. لقيت تليفون جاي لي الساعة 12 بالليل. أنا استغربت جدا، يعني خفت، لأن ما هو عادة بينام بدري. لقيته بيطلب مني، قال لي: محمد، انا بفكرك ما تنساش تدعي للنادي الاهلي بالتوفيق والنجاح، وادعي لنا بكره علشان عندنا ماتش فرقه كذا. يعني هو موقف غريب ان هو يعمله، بس انا اقدر افهمه لان انا فاهم هو بالنسبه له النادي الاهلي كان عامل ازاي. حياته كلها كانت بتدور حوالين النادي الاهلي ورفعة النادي الأهلي وتقدم النادي الأهلي ونجاحه. يعني مش عارف أشكركم إزاي وأقول لكم إيه. كابتن محمود، أنا بشكر حضرتك جدا، بشكر كل سادة أعضاء المجلس، بشكر كل الأصدقاء والمحبين لي اللي قدروا يجوا النهاردة أو ما قدروش يجوا. هو بيحبكم جدا 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 وبيقدركم جدا، وأنتوا النهاردة اسعدتونا وفرحتونا باللفته الكريمه والطيبه اللي انتوا عملتوها. وحقيقي حقيقي حتى الاحفاد يعني فخورين بالحاج تيسير النهارده اكتر من اي وقت مضى. بشكركم وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي العظيم. النادي الاهلي العظيم احسن نادي في الكون. كل كلمه بتتقال تصدقها وتشعر بعمقها. يعني هو وصف الحاجة تأثير بكلمة، يعني كنت عمال أدور أوصفه إزاي. حبه للأهلي هو حب لقضية، أن الأهلي يمثل قضايا محترمة. وأقول لكم يا جماعة، إحنا هنا في البرنامج افتقدنا وسنفتقد واحد من أهم المتابعين ونقادنا اللي كان ترجمة فورية. يعني كل فاصل يعني الفاصل ده اول ما يجي الاقي تليفون الحاج تيسير: انت قلت كذا بس نسيت كذا، انت قلت كذا انا بحييك اللي افتكرت كذا، عايز افكرك تقول لابراهيم مش عارف ايه. عايش التفاصيل، راجل عايش النادي الاهلي في كل لحظاته. تعرف بالمناسبه حتى محمد تيسير بيقوله، قال لك: كلمني وانا في العمره الساعه 12 بالليل. أيوة. اخر يوم ما تنساش تدعي للاهلي. استاذ حازم الهواري ابن اخو الحاج تيسير بيقول لي: رحت مره بحج انا والحاج تيسير وهم في ملابس الاحرام في مكه، الاهلي بيلعب مع المنصوره. قال له: يا حازم عايزين نشوف الماتش. يا قال لك: انا خايف عليه لانه بينفعل وما ينفعش يقطع اي صوت وهو محرم. قال له: لا ده ماتش مهم. فحازم بيقول لي: فين وفين اهتدينا، كان وقتها شايلين كل القنوات من على الدش وكل القنوات الدينيه فقط في موسم الحج. قال لك: دورنا لقينا فندق
مديره راجل مصري يقدر يجيب لنا، قال لك انا شغل لكم قناه مصريه فيها الماتش في اوضه واحده. ديش مركز جدا عشان الحاجة تيسير. الاهلي اتغلب من المنصوره 1-0، فالحاجة تيسير طول الماتش زعيق وشتيمه وزهق. فحازم بيقول له كل شويه فكر احنا في الاحرام يا عم احنا في الاحرام. يقول لي يا اخي استنى، انفعاله للاهلي وفي الاخر اخر 5 ماتشات قال له لا قوم يا حازم حافظ على الحجه، قال له انت لسه هتحافظ عليها. لا طبعا يعني الاهلي بالنسبه له يعني لما تلاقي محمد تيسير يقول لك كلمني بالليل وانا في العمر ويقول له ما تنساش تدعي للاهلي، يا استاذ ابراهيم اولويته الاولى في حياته. يعني اما الناس تقول لك انه كان قبل ما يموت على الترابيزه دي كان مستني الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يصلي. شوف ده مش اولويته الاولى، ده اولويته الاخيره كانت. يعني الاهتمام الاخير له يا جماعه مفيش حاجه. يوم الوفاه هو بيقعد في فندق كبير في منطقه الزمالك، ومشكوره اداره الفندق الحقيقه بعد الوفاه قفلت الترابيزه والكرسي اللي كان قاعد عليهم وحطوا المصحف اللي كان في ايده وقفلوا الترابيزه لغايه الأربعين. انما هي عشان تشوف انشغاله بالاهلي، الصبح كلم كابتن سيد عبد الحفيظ، انا كلمتك مرتين يا سيد، انا مش هينفع كده تفضل بعيد عن النادي، تعال لي انا هستناك الساعه 2 في الفندق، بس خش لي جوه مش هتلاقيني في الجنينه. فسيد بيقول انا يعني لبست وتوضيت وهنزل، ببص لقيت المواقع وفاه الحاج تيسير الهواري بعد ساعتين من الكلام. هو قعد اتوضى وقاعد مستني الدور ياذن وهو بيقرا في المصحف، وقع وعلى الكرسي. فسبحان الله فاضت روحه الى بارئها. تدينا عبره في لحظه رهيب. يعني تدينا عظه يعني وعبره. يعني تخيل يعني بيكلمك وانت رايح له وبعدين تكتشف انه في لحظه قابل ربه. معنى كده ان والله لا صراعاتنا ولا مشاكلنا دي الهيفه دي تستحق ان الانسان يفقد اي ذره لا من انسانيته ولا من مصداقيته ولا حاجة تسوى إنه يبيع ضميره مقابل أي شيء. صحيح.